السلام عليكم. دش أنا في الآونة الأخيرة هذه وزير الصناعة التقليدية والسياحة رفقة والي ولاية عين دفلة، لم دش أنا فندق جديد من صيغة 4 نجوم ببلدية حمام ريغة، أيضا يعني البلدية هذه المعروفة بحمامها حمام ريغة. إذا هنيئا لولاية عين دفلة بهذا المولود الجديد، أكيد سوف يعزز قدرات الفندقية للولاية. نترككم تتابعون هذا الفيديو، السلام عليكم.